وهنا حي الديرة بتاروت. وحي الديرة يزدان اليوم بمجموعة من المتاحف ومجموعة من البيوت التراثية الجميلة الحقيقة، وكل ما اعتدل الجو كل ما زان المكان بجماله وأناقته. ونرحب بضيوفنا وزوار جزيرتنا، جزيرة تاروت. جزيرة تاروت لما نتحدث عن التراث وعن الماضي وعن القدم، أكيد نتكلم عن الإنسان. الإنسان في محافظة القطيف في جزيرة تاروت أيضا هو واحد من أهم مقومات السياحة في المملكة العربية السعودية، في محافظة القطيف في جزيرة تاروت. واليوم احنا نستقبل زوارنا بكل حب لأجل أن